estimation, le Rassemblement national et Sali sont à 32. هل تشهد فرنسا صيفا ساخنا بسبب اليمين المتطرف؟ بعد الفوز الكاسح لليمين المتطرف في فرنسا في سباق الانتخابات الأوروبية على الحزب الحاكم بنسبة 31.5% من الأصوات، خرج العديد من الفرنسيين في عدة مدن كبرى منها باريس وليون وغان وبوردو للتعبير عن استيائهم من هذه النتائج. لم يتوقع هؤلاء يوماً ما أن اليمين المتطرف في فرنسا سيكون قريباً إلى هذا الحد من السلطة. فما هي تداعيات تحرك الشارع الفرنسي ضد اليمين المتطرف؟ منذ أن أعلن الرئيس الفرنسي قراره حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، لاحظ الجميع أن هناك غليان في الشارع السياسي الفرنسي، لأن الفرنسيين لاحظوا بأن هناك إمكانية جدية بأن يصل اليمين المتطرف إلى دواليب السلطة، وهناك رفض كبير من طرف فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية اليسارية التي تدعو ونزلت إلى الشارع تدعو إلى يعني اتخاذ كل المبادرات المجتمعية والسياسية من أجل منع هذا اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة عبر حصوله على أغلبية مطلقة في البرلمان. غضب الفرنسيين المحتجين على نتائج الانتخابات زاده حدة احتمال وصول رئيس وزراء يميني متطرف إلى السلطة في غضون 3 أسابيع، بعدما أعلن التجمع الوطني أن نجمه الصاعد جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاماً سيكون مرشح الحزب لمنصب رئيس وزراء فرنسا. تأتي هذه الاحتجاجات التي رفعت شعارات لا ماكرون ولا بارديلا بعد يوم فقط من قرار الرئيس الفرنسي حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، مما اعتبره العديد من الخبراء إشارة إلى احتمالية دخول فرنسا في نفق مظلم يمكن أن يؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. فإلى أي مدى يمكن لهذه الاضطرابات السياسية في الشارع الفرنسي أن تؤثر على الوضع السياسي والحركة الاقتصادية في فرنسا؟ نعم، هناك قلق، هناك تخوف لسبب بسيط، وهو أن لا أحد صراحة يعتقد أن لليمين المتطرف إذا ما وصل إلى السلطة يعني يملك الوصفة السحرية لإيجاد حلول اقتصادية للمشاكل الاجتماعية التي يعيشها الفرنسيون. وأضف إلى ذلك أيضا أن معروف على أن اليمين المتطرف لا يتمتع أو لا يملك أي برنامج اقتصادي فعال وجدي يمكن أن يكون أو يقدم حلولا للمشاكل الاقتصادية للفرنسيين. خوف الفرنسيين من صعود اليمين المتطرف في البلاد لا يقتصر على الجانب الاقتصادي والسياسي فقط، بل يشمل أيضا القلق على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التعبير وحرية الصحافة. بينما يزداد خوف الأجانب والفرنسيين من أصول مهاجرة، خاصة المغاربة والجزائريين والتونسيين. احتمالية فوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية المقبلة وقيادة سياسة البلاد قد تسهم في زيادة الضغوط على المهاجرين وتعقيد حياتهم بقوانين مقيدة. فمباشرة بعد الإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة مساء الأحد، قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي ماري لوبان لأنصارها: نحن مستعدون لممارسة السلطة إذا وثق بنا الفرنسيون خلال هذه الانتخابات التشريعية المقبلة، مستعدون لإعادة البلاد، ومستعدون للدفاع عن مصالح الفرنسيين، ومستعدون لوضع حد للهجرة الجماعية. فرنسا التي تعتمد على سبيل المثال في مناطق كباريس على 40-62% من المهاجرين للعمل في قطاعات البناء والفنادق والمطاعم والأمن والأغذية الزراعية وفقاً للإحصاءات الرسمية لعام 2022، قد يحكمها خلال أسابيع يمين متطرف إن فاز في الانتخابات التشريعية المقبلة. هذا يطرح سؤالاً حول قدرته على تنفيذ خططه فيما يخص الهجرة. الخطوات التي من المرتقب أن تقوم بها حكومة يقودها اليمين المتطرف، وهو تفعيل ما يمكن أن نسميه بالأفضلية
الوطنية، هذه الأفضلية الوطنية التي تريد أن تخصص يعني الخدمات الاجتماعية سواء كانت الصحة أو السكن أو العمل، أن تخصصها للفرنسيين أولا وقبل كل شيء. هذه الأفضلية الوطنية كان دائما هو شعار اليمين المتطرف، وكان دائما يقول أنه عندما يصل إلى السلطة فسيطبق هذه المسطرة وهذا القانون. وأما بالنسبة لمحاربة الهجرة فلن تتخذ هذه الحكومة أي إجراءات مخالفة أو إضافية لما اتخذته أصلا حكومة إيمانويل ماكرون والحكومات اليمينية السابقة. وسائل إعلام فرنسية عديدة أشارت إلى أن الأجواء في الشارع الفرنسي بين مناصري اليمين المتطرف ومعارضيه أصبحت متوترة، وأن فرنسا تعيش زلزالا سياسيا حاليا. فهل سيستطيع المجتمع الفرنسي المناهض للأحزاب اليمينية المتطرفة تغيير هذه النتائج خلال 18 يوماً؟